الو، السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام. ورحمه الله. بعد اذنك اكلم تفضل الشيخ. معاك، تفضل. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام، والصوت واطي لو تكرمونا يعني. علو الصوت بقى. الو، مرحبتين يا سيدي، اهلا وسهلا. ازي صحتك يا حاج؟ عامل رفع ايه؟ الله قدرك. والله يعني عندي اصعب الحرمان، اصعب الحرمان الـ 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 الابن انت سامعه؟ من الاب، والاب انا مش من سامع. الابن. انا سامعه وهترجم. يعني عندي العيلين حرمانين من ابوهم وهو محروم منهم. ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب حماته بقى مش عايز الجد توريهم له. يلي انا جدهم طلبتهم كذا مره ما فيش حاضر هرد عليك ولا حن تنادي. يعني في طلاق بين الاب والام وحرمين الاب انه يشوف ولاده؟ اه. كام بقى لهم قد ايه؟ لا ده بقالهم 3 سنين او 4 سنين. طب وهو عامل اللي عليه من حقوق وواجبات وكده ناحيه الولاد؟ يعني هل بيدفع لهم مصاريفهم؟ عامل كل حاجه. طب وليه مانعين؟ ما تعرفيش، اشتكينا لاخواتها، اخواتها مش قادرين عليها. اشتكينا لطوب الارض ما فيش فايده. قال انا قلت لهم طبعا انتوا عارفين مكاني وانا همضي اجيبهم اخدهم عندي يوم وهجيبهم لكم انا بنفسي اخر النهار. لو زوغت بيه كده كده انتوا عارفين مكان مش هروح. وبعدين انا عندي 73 سنه. هتزوغ ازاي؟ انا عايز اشوف احفادي. مفيش فايده. ولا حنت نادي. طيب ايه العمل بقى؟ حاضر، شكرا ليك يا حاج احمد، هنرد عليك بعد فاصل قصير. وقت لا يعلمه الفقراء. انا بنظم المرور. معلش معلش، ما انا عايزه معلش عشان خاطري، عشان خاطر الحاج احمد. الحاج احمد مال عينه على راسي وشكواه يدمع لها القلب مش العين. وطالما تحدثت هنا وفي كل موطن اتحدث، افصلوا بين الخلافات الزوجيه وبين الابناء. من حرم اما من اولادها أو أبا من أولادي سيحرمه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. يعني إيه إرثي؟ احذروا من نصيبك في الجنة يوم القيامة. احذروا من هذا الأمر. الأمر ده مش بالسهل إن العيل تنشأه على العقوق أو العيل تزرع فيه. لا قولي الجملة دي تاني. من حرم قولها لي عشان في كتير بيحرم. أما من أبنائها أو أبا من أبنائه سيحرمه الله من إرثه من الجنة يوم القيامة. سيختصمونه على باب الجنة، لأن الأصل في علاقة الأم بأبنائها والأب بأبنائه البر. فأين البر وأنا ما رأيت أمي وما رأيت أبي؟ فين البر وأنا ممنوع؟ ولذلك أنا بقول لكل أب سمعان ولكل أم سمعان، حال الخلاف لازم تكون وصيتك كل يوم اطمنوا على امكم، اطمنوا على ابوكم، روحوا زوروا امكم، روحوا زوروا ابوكم. كون الولد يرفض، كون البنت ترفض، يبقى انت عملت اللي عليك. يبقى انت ابرأت ذمتك من الله سبحانه وتعالى. يبقى انت لما تقف قدام ربنا تقول له يا رب انا عملت اللي عليا، وصيته وكلمته ونصحته وكررت النصيحه وهو ابى. ودايما انا بقول لكل ابن ولكل بنت ليهم خلاف مع ابوهم ولا امهم بسبب ان هو ما بيصرفش او ان هي ما بتربيش، انا دايما اقول كده، تعالوا نعود الى تعبير القران. القران يا ست دعاء ما قالكيش ارسم لها فوتريه وحب فيها، انما قال وصاحبهما في الدنيا معروف. لم نؤمر بالحب وإنما أمرنا بحسن المعاملة، بالمعاشرة بالمعروف، باللين، بطيب الكلام، وقولوا للناس حسن. فيا رب الناس تكون سمعان، ويا رب الناس تتعقل هذا الكلام. أب موفر لولاده كل شيء. إذا كان الرجل صادق وأحسبه صادق، فلماذا الحرمان؟ ليه إحنا ما بنشوفش
انا هتكلم اقول طب مثلا افرض ما بيدفعش لاولاده، افرض انا شوفي بتكلم على حاله اخرى، ما اب ما بيدفعش لاولاده، هل يحرم برضه منهم؟ هو شوفي الاصل ان يسال الاب عن ابنائه، اه طبعا ان يسال الاب عن ايه؟ عن ابنائي. ابنائه، لكن الانفاق يساوي رؤيه. مش فاهمه، الانفاق قولي يساوي تاني. رؤيه، اذا انفقت تراهم وتتمتع بهم، اذا لم ينفق لا يراهم، ده شرع. يحجب عن رؤيته، يحجب عن رؤيتهم، يحجب عن رؤية. اصل حضرتك شوفي، صلي على الحبيب، هو بما استحق الرجل طاعه زوجته والقوامه بالصرف وبما بما انفقوا من انفقوا اموالهم، مش كده ولا ايه؟ طب ما انفقش، سقطت قوامته، على المرأة، سقطت انما قوامته، لم تسقط ابوته. وسقطت قوامته على الابناء، أن له أن يراهم وأن يحتضنهم وهو ما أنفق عليهم. طيب ممكن أب يبقى دافع مبلغ والأم شايفة إنه المبلغ ده مش كفاية فتحرمه برضه. هنا بنقول نرجع للقاضي، ما هو بنقول القاضي بيحكم في نقول حدود للقاضي، الأوراق ما المقدمة، طيب وأحيانا نقول نرجع للإيمان، يحدث نرجع تلاعب في الأوراق أو للقلوب يحدث المطمئنة، للقلوب اللي هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، للقلوب اللي عندها ثقة ان هو لو نام النهاردة مش هيصحى الصبح الا وهو في القبر سيحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى. هنا ربنا هيسألك عن كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى هيسألك، هتقول لربنا ايه؟ لعبت في الأوراق واحتلت على القاضي وجئت بمحامي مثلما جئت، هتقول لربنا ايه؟ هتضحك على ربنا ازاي؟ هتعدي من بين ايد ربنا ازاي؟ طب دي نصيحة مصيبة، للحاج أحمد، هم يفضلوا مصيبة. وراهم أنا ولا؟ من وجهة نظري أن يلجأ إلى القضاء وأن يلجأ إلى أهل العرف وإلى أهل الرأي، ورب الناس يكونوا سامعين، سامعيني، اتقوا الله في أبنائكم وفي بناتكم.